توزيع الهامل. ايوه انت وين بنت ماما الحاجه نضت مع الصباح داك لينا مسيم منات وحرشه وبريريب ديال اتاي. انا ما كنشربش البنات اتاي، راه الحليب العسل. ماما جيبيش ود الزبده عافاك. خمسة نسيم منات يا اختي وحريشه صغير وراي البنات، حيت حنا ما كناكلوش الحرشه بزاف، كناكلو غير نسيم من ماما اللي عندها على الحرشه. ايوا كيجيكم اخوتي في طيرنا. ايوا ها هي مريم. صباح الخير خوتي لاباس، كي دايرين؟ لاباس. انا عاد فقت الخطبه اللي كنت مصوته ومن عينيا. شوفوا ان شاء الله دابا غادي نفطروا، وبغيتكم تبقوا معنا حتى الاخر ديال لا فيديو، حيت غادي نتشارك معكم ان شاء الله باذن الله مشروعنا الجديد. يا ربي توفقنا. كنتمنى منكم اخوتي فقط الدعاء ديالكم، والله محتاجين الدعاء ديالكم بزاف، حيت اول مره غادي نديروا شي مشروع وباقي خايفين. المهم اخوتي العزاز خليكم معنا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تشوفوا اشنا هو المشروع ديالنا. هذا هو فطيري انايا. ماما كتشرب اتاي. سدي حلي بيتكم. اوكي ماما كتشرب اتاي انتم. الله يختار اتاي. ماشي مشكل عادي، كملي. بسم الله. زوي الله يعطيك الصحة. انتم البنات على الحريشه، شوفوا كدايره. بسم الله. تديرها ماما صغير ولا حيت حنا ما كناكلوهاش؟ فهمت مره مره فين كترشق لينا عليها بالعسل يا اختي، كتجي زوينه. والزبده ها هي الزبده، شوف غنمشي ندوبها. حنا نبغي نشوف كدايره. هذا اللي كتفرت مي كتفرت راه زوينه. الحمد لله شكرا لك. مريم كتشرب الحليب. وخليكم معنا البنات ان شاء الله، دابا غادي نوضوا ونفطروا ان شاء الله باذن الله، وغادي نوضوا نشارك معكم المشروع ديالنا. قولنا الراي ديالكم ودعيو معنا ضروري. اختي الحاجه بالعسل كتجيبني بالصحه والراحه. ماما يعطيك الصحه. انتي بوتير؟ ما عرفتش نشوف. انتي بيتير بالليمون؟ الليمون ما كاينش. انا كتعجبني البنات الحرشه بالليمون. بسم الله. انتما البنات شوف انا كي هكا مسمن كيعجبني، كيعجبني يكون رقيق وما فيهش الزيت. يا اختي شوفوا كي داير، شوف علام زوينات. بغيت كتاكل هي الحرشه البنات. انا غادي ناكل مسمنه مع شويه الزبده. واختي هذا هو فطيرنا ديال اليوم، ما خبينا عليكم والو. اتاي، حريشه، مسمن، الحليب، عسيله. كل مره ماشي ديما تنديرو. ماشي ديما اخوتي كنديرو هادشي بطبيعه الحال مره. ودابا البنات جينا باش نشارك معكم المشروع اللي منين تو حنا كنوجدوا ليه، منين تو حنا كندرسوا ليه، تقريبا من شهر 6 وداز عليه صراحه بزاف ديال الوقت. بقينا كنسولوا هنا وهنا، كناخذوا افكار من هنا ومن هنا، فهمتوا؟ مابغيناش غير نجيو ندخلوا، بغينا نكون راسنا عامر بالافكار. والمشروع على البنات راه كنت بغيت نديرو منين تو، ولكن تلقى ليا مع شريط الدار وصلحنا، فهمتوا؟ يعني داكشي تزاحم عليا. ودابا الحمد لله ملي ترخفنا شويه غادي نشارك معكم هذا المشروع، وقولوا لي الراي ديالكم فيه كيفاش جاكم. انا صراحه ما بغيتش نبقى معه ولا غير على التيك توك ولا على اليوتيوب، حيت هذا الشيء ما دايمش. وانا البنات التيك توك ديالي فيه 500 الف متابع، يعني علاش ما نديرش مشروع؟ وانا متاكده ان البنات غيتقداو من عندي ان شاء الله، حيت جايبه لكم سلعه زوينه ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. وكيف كتعرفوا البنات حنا ما يمكنش نجلسوا وما نديروا حتى شي حاجه، وحنايا عندنا ميول لهذا البيع والشراء وهذا الشيء. وانتم كيف كتعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارك في البيع والشراء، يعني داك الشيء علاش حنايا خليناها في يد الله وقلنا غادي نبداو يا ربي تيسر لينا. والحمد لله اول حاجه خديناها هي السلعه اللي غتشوفوها من دابا شويه، هي السلعه اختي. وبنا نبداو نتوكلوا على الله، حيت داك الشيء ديال التيك توك وهذا الشيء ديال اليوتيوب نهائيا البنات ما دايمش، ونهائيا واش زعما يبقى كل نهار يعطيك؟ ما يمكنش طبعا.
وبالنسبه للناس اسمحي لي قطعتك، وبالنسبه للناس اللي غيسولوا اشنا هو المشروع، حنا البنات درنا ملابس نسائيه، اي حاجه كتعلق بالنساء، البيجامات، لي زونسومبل، الحويجه ديال الخروج، بانطوفات، الشيلان، هاد الشيلان والبانطوفات غادي نجيبهم من بعد. دابا دخلنا غير السيرفيت، ودخلنا لي زونسومبل، ودخلنا التريكو ديال الخيط، دخلنا بزاف ديال الحوايج غتشوفوهم معنا في الفيديو. وكوموندينا البنات على البيجامات حتى هما دابا يوصلونا ان شاء الله، ما بقاش بزاف، شي 3 ايام ولا 4 ايام كاع الماكسيموم، وغادي نشاركوهم معكم، حيت ما نقدروش نجيبو كلشي في دقه واحده، ما نقدروش نعرمو على الناس اللي عا بزاف في الدار، حتى ان شاء الله نرجلو داكشي ديالنا، التوصيل وبزاف ديال الحوايج نبارطاجيو معكم طبعا الخبر. يا اختي عاد ديك الساعات نجيبو البيجامات ونجيبو لي كوموند الاخرين اللي باقي ديالي. وبالنسبه للناس اللي غيسولوني شحال ديال الفلوس باش تقدي هاد السلعه، زعما شحال راس المال، المهم البنات مبلغ قليل جدا، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، وكنتمنى من ربي يسر ليا، حيت صراحه الان ما كندير حتى شي حاجه خايبه، توكلت على الله وتقدينا السلعه وكل شيء بيد الله، يا ربي تيسر لينا ويا ربي تيسر الجميع ان شاء الله. فقط البنات كنتمنى انكم تدعوا معنا، ربي يسهل لينا ويسخر لينا المصاعب. وعلاش انا اول حاجه شاركت معكم هذا المشروع في اليوتيوب، حيت الاغلبيه ديال الناس اللي معايا في اليوتيوب ما كاينينش معايا في التيك توك، اما هذا الشيء صراحه كنشاركوه غير في التيك توك حيت كانوا فيديوهات قصار، اما اليوتيوب خصك تهضري، خصك بزاف ديال الحوايج. انا نتوما الاولين عزازين عليا، نتوما الاولين بغيت نخبركم، بغيت نقول لكم ان ربي سخر وربي كتب اننا نجيب واحد السلعه على قد الحال، وغادي ان شاء الله نشاركوها معكم وغتشوفوها في الفيديو. وهذا المشروع البنات حنا دايرينو غير من الدار، يعني ما عندناش محل باش ان الناس يجيو عندنا، داكشي علاش غادي نخلي لكم الرقم هنايا وتقدروا تكومونديو من عندنا الا عجبتكم شي حاجه، حيت دابا شويه غادي نوريكم السلعه اللي عندنا. وهذا الرقم البنات اللي غايبه لكم في الشاشه لتحت هو اللي تقدروا تكومونديو منه، وتوضيح بسيط بالنسبه للناس اللي غيدخلوا وغيبقاو يتفلاو وغيبقاو يقولوا شي هضره ماشي هي هذيك، حنا ما عندناش مع داك الشيء، هذا الرقم ديروا للناس المعقولين والناس اللي باغيين يكومونديو من عندنا فقط. حنا خدامين على راسنا، انا داكشي جلد فليا ما عندناش معاه اي صغار، ولكن دايرين مجهود وخدامين على راسنا وما جالسينش، يعني ماشي اللي معطاناش التيك توك اللي معطاناش يوتيوب غادي نجلسو نربعو يدينا ونقوم كيو، لا غادي نوضو نخدمو وندبرو على طرفة الخبز وندبرو على رزقنا فين كاين، ويا ربي تيسر لينا يا رب. امين. وليا الشرف كبير الى تقديتم عندي او الى كتبتوا لي كومونتيرات زوينين ودعيتوا معايا، الدنيا وما فيها، وغادي نخليكم البنات دابا مع السلعه وقولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاتكم. توكلنا على الله اختي، اول موديل عندنا هو هاد السيرفيته هادي ديال طوكيل، التوب ديالها خطير واعر، وبالنسبه لي طي البنات اللي فيهم 3XL، يعني راه كبار وعراض واسعين. كيف قلت لكم البنات فيهم ثلاثه الالوان، فيها هاد الخزي وفيها النواغ وفيها البلو مارين، انا دابا غادي نلبس لكم وغتشوفوا كيفاش جات. وها نتوما البنات اول سيرفيته، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي عريضه، واحد النقطه مهمه هادي راه غير اكس ال، وشوفوا كيفاش كتجي عريضه، كتجي اختي بالجياب وكتجي طويل، ها نتوما شوفوا شوفوا تاني باقي طويله، والسريويل البنات ما نعرفش ليكم عليه راه الصح والعمل، شوفوا واعر. دابا ما غاديش يبان لكم داكشي كامل حيت التليفون كاين بالعرض ما كاينش بالطول، المهم البنات راه التوب كيهضر على راسو، هانتوما شوفوا تقدروا تنزلوها بحال هكا وتقدروا تطلعوها اللي بغيتوا، المهم البنات الوان فيها خطيرين وزويونه وسخونه وديال هاد الوقت هادي، والتوب ديالها واعر، هادي البنات راه غير اكس ال، وشوفي كيفاش جاتنا عريضه ما شاء الله تبارك الله، فيها تريبل اكس ال وفيها دوبل اكس ال، هادو هما لي طايلي فيها. وبالنسبه للالوان راه قلتهم لكم في الاول. وبالنسبه للموديل الثاني البنات فيه 3 بياس، كاين في البيج، جبت لكم غير لوين واحد اللي هو البيج، صراحه البنات التوب كيف قلت لكم ديال تركيا التوب زويون، ها نتوما شوفوا التوب راه هضر على راسو بلا ما نهضر عليه انايا، شوفوا الديتاي اللي فيها، ضروري البنات تلبسوا شي دوري لتحت حيت هذا كيبين. المهم هذه يا اختي تلبسها شي موظفه ولا شي استاذه، الله الله كيفاش تجيها واعر، وفاتي جويبات. وانتم البنات شوفوا راه قلت لكم السراول ديالهم راه واعرين صراحه، عجبتني هذه حنت فيها 3 بياس، يعني ما تحتاجيش تعذبي راسك، لبيته وحده صافي كافياك. وشوفوا البنات مسدوده كيفاش كتجي، ثاني كتبان خطيره، وخصوصا الا خليتو هاد شويه كيبان ديال هاد العقيق اللي كاين هنايا، كتبان واعره صراحه، تلبسي معايا شي شويين في البيض ولا في البيج تباني واعره يا اختي. شوفوا والبنات هاد لي طايره غير ال، وشوفي كيفاش جاتني، في
فيها البنات هذه الال ما دخلش لكم صراحه لنا بزاف، فيها الال وفيها البنات هذه بالنسبه اللي طايلين فيها، فيها الال وفيها الاكس ال، عجبتني صراحة كنت من كلاس. شوفوا هذه البنات راه ما كيطيروش حيت راه توب، هادو توب ماشي صباغ، فهمتوا؟ زوينين. شوفوا هنايا الديتاي اللي فيها واعرين. يلا البنات خليكم دابا مع مريم تقيس لكم حاجه اخرى. دابا البنات انا غنشارك معكم هذا الموديل ديال لوي فيتون، كتجي الفوق جاكيت والتحت ديالها كسيوه طويله، يقدروا يلبسوها المحجبات ويقدروا يلبسوها البنات اللي ماشي محجبات. الصراحه زوينه بزاف، فيها جوج ديال الالوان، فيها هذا اللون الخزي وفيها الابيض. دابا انا غادي نلبس لكم الابيض وشوفوا اختي كيفاش جاتكم. وهانتوما البنات هذه هي الكسيوه ديالنا. شوفوا شوفوا قسما بالله البنات الى هذا الثوب راه ما شاء الله ارطيطب وباين فيه، ماشي داك الثوب اللي دغيا كيتحبب ولا شي حاجه، بالعكس. شوفوا البنات كيفاش دايره الكسيوه من الداخل، كتجي نصكم كتجي بيضوني، شفتوا فنيونه يا اختي فنيونه. وفيها لتحت هاد اللعيبه هادي ديال لوي فيتون، شفتوا الكاميرا ما كنصورش طول، اللي بغات تشوف الموديل كامل وانا لابساه دخلي عندنا اختي التيك توك حسن، حيت تما كنصورو طول. في اليوتيوب كنصورو عرض ما كتبانش لك الكسوه كامله، ولكن شوفي اختي من الفوق كيفاش دايره كتهضر على راسها الصراحه. وشوفي شوفي المونتيف ديال لوي فيتون فيها كي داير من اللور كيفاش دايره فنيونه. بالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوا لي طاي اللي فيها، فيها الاكس ال اللي هي هذه اللي لابسه لكم انا اكس ال في البيض، وفيها دوبل اكس ال في الخزي. وفي البيض راه فيها الدوبل اكس ال، حتى في البيض فيها الدوبل اكس ال، وحتى في الخزي فيها الاكس ال، فهمتوا؟ وهذا اللون هذا يا البنات يا اختي كيحمق صراحه. هاد هاد التريكوات ما كرهتش انا نشد منهم، ولكن قالت لي ماما دابا الوقت مزيره حتى من بعد خدي منهم شي وحدين حتى تفوت هاد البيعه ان شاء الله، عاد ديك الساعه ناخذ حاجه اخرى. المهم البنات هادو بالنسبه للبنات اللي كيخرجوا كيخدموا في الصباح، ولا اللي كيخرجوا كيقراو في الصباح، فهمتوا؟ هادو اختي عطيه البنات سخيخنين 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 بزاف، وماشي داك الثوب مثلا اللي كتلبسيه وكتحسي به تيبدا يتكك وتيبدا يقرصك، لا هذا يا اختي غزال. ويلي يا اختي انا ما كرهتش اختي ناخذ واحد وحالو، انتم شوفوا راه يعني طويل، شفتوا ما كيبين حتى شي حاجه لا من اللور لا من هنا لا حتى شي حاجه. تقدري تلبسي معاه سراول مزير ماشي مشكل، بحال هاد السراول انا غنوريهم لكم دابا، بحال هاد الكولونات هادو حتى هما راه ديسبونيبل عندنا البنات. بالنسبه لاختي الا كنتي باغاهم عندنا في الكري وعندنا في الباج، وعندنا اختي في الباج. شوفوا البنات من الداخل كيفاش دايرين سخيخين حتى هما، وما تخافوش البنات هادشي كامل راه بثمن مناسب. بالنسبه لي طي البنات اللي كاين في هذا، هذا طي ستوندار يعني كيجي مع اي وحده. ها انتم شوفوا راني انا اختي لابساه وباقي شي حد اخر يجي يلبس معايا. المهم كاين فيه هاد اللون اختي اللي هو البيج، وفيه الكحل، وفيه هاد اللون اللي انا لابسه. ها انتم شوفوا باش تعرف اختي انا طي ستوندار راه عريض بزاف البنات، شفتوا انا راه لابسه دابا غير مسروال ديال البيجاما، ولكن اختي الا خديتوه ولا شي حاجه تقدروا تاخذوا معاه داك الكولون اللي وريتكم قبيله حتى هو سخيخه، ولا تقدروا تلبسوه مع سروال ديال الجين يعني مع اي حاجه كيجي هذا. صافي اختي هادشي اللي كاين. وهذا البنات هو الخرج ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى الدعوات ديالكم، والله من القلب محتاجين الدعوات بزاف، وانتم اختي كدعاو الملائكه كتقول لكم ولكم بالمثل. المهم البنات بالنسبه للبيجامات ان شاء الله راه باقي غادي ندخلوهم، غير دابا كنشوفوا باش ما نكثروش علينا السلعه، فهمتوا؟ تبع هذه هي الاولى وان شاء الله غادي يدخلوا البيجامات، ما تخافوش راه دايرين ديجا عليهم الكوموند، يعني وقت ما وصلوا غادي نبارطاجيهم معكم. المهم البنات كنتمنى منكم لي لايك ديالكم اختي والاشتراكات ديالكم. بيزو كبيره لكم، تلاقاو في الفيديو الجاي.